ترجي وداد البيضاوي. نمشي مباشرة زميلنا أمير بوكا الموجود في ملعب حمد العقربي برادس. أمير، برشا متغيرات يظل خسان في تشكيلة الترجي. برشا تغييرات، 8 دقيقة لاعب على خط الترجي يستعد لإجراء 3 تغييرات. حام محمد وائل الدربالي شيكون في وسط الميدان، رائد بوشليبة كذلك، وأمان الله منيش هذه الكرة اختيار الترجي وجني وجد شاس رودريغيز الهدف الثاني للترجي. الهدف الثاني للترجي. اوفسايد. هدف ولا تعادل؟ حكم الراية يرفع الراية على ما يبدو، والعود ثاني تقنية الفار. هل كان رودريغيز بتسلل؟ باش يرجع من المنطقة ويرجع للفار. قاعدين نشوفه في الإعادة، يعني قاعدين نشوفه في الهدف، على ما يبدو انه مش متسلل رودريغيز، على ما يبدو مش متسلل. على كل نشوف احنا فينا في وجود في قرضية الميدان، ما كانش واضحة الصورة. اكيد خلف مرمى الوداد ينساش اخترق وعطى الكرة لرودريغيز، حط الكرة في الشباك. نرجع مرة أخرى للتغييرات باتفاق قرار أكمل المقابلة. إقحام محمد وائل الدربالي، إقحام أمان الله منيش، وكذلك إقحام باش يكون رائد بوشنيبة. رائد بوشنيبة. وفما أسامة بوقرة يطلب على ما يطلب بوقرة التغيير، زاد فما إصابة لأسامة بوقرة. مشكور زميلي زميلنا محمد طاهر بن شعبان جاب لي صورة لأسامة بوقرة يعاني من إصابة. أسامة بوقرة ممكن زاد يتغير، هو لقطة الهدف. خلينا خليك معايا يا أمير في لقطة الهدف. قرار حكم. جوستومون قاعدين نشوفوا فيها الإعادة، صعيبة شوية، صعيبة شوية الحقيقة، معناتها مش واضحة. أحنا نتسلل، أحنا هنا فوق الملعب، فوق أرضية الملعب باتفاق قرار الفار. باش نشوفوا قرار الحكم. هدف كان هجوم معكس للترجي، كانت يندو لقطه يعني جميله. رودريغيز تقريبا وجه لوجه مع الحارس يحط الكره في الشباك. الهدف بداعي التسلل، الحكم يقول متسلل رودريغيز. على كل نكملوا اخر دقائق، كما قلنا ميميش باش ياخذ مكانه. باش يصير التغيير امان الله ميميش بدل معز بن شريفيه. هذا خلينا للضربات الجزاء، هذا مباشرة معناتها تغيير لضربات الجزاء. في نهاية المقابلة بالنتيجة هذه باش نسجل ضربة جزاء. أول تغيير سمعنا خروج بوقرة. بوقرة يخرج. يدخل محمد وائل الدربالي لانتظار بقية التغييرات. اللي هما باش يكونوا معناتها مش قاعدين نشوفوا على خط النهائي. خروج محمد علي بن علي. محمد علي بن علي ودخول رائد بشليبة مركز بمركز. ومعز بن شريفية يسلم شارة القيادة محمد بن حميدة ويغادر فعل أرضية الميدان والبديلة من الله منيش. وفما تصوير مزيانة برشا وكلام مزيان برشا بين معز بن شريفية ومن الله منيش. وبان دخول أمان الله منيش وتشجيع وتصفيق جماهير الترجي الرياضي التونسي. التغيير هذا قام به طارق ثابت، نعرف نظام البطولة في صورة نهاية المقابلة بالتعادل مباشرة ضربة جزاء وإياب الالتجاء مباشرة لضربة جزاء. مباشرة ضربة الجزاء في انتظار نشوفوا الحكم قداش باش يزيد وقت ضائع في آخر ردهات المقابلة. علاش لا ما يجيش الهدف الثاني في اللي تبقى من الوقت، خصوصا أن الترجي كان قريب برشا لولا التسلل. تقريبا ما كانش واضح برشا، ممكن متسلل ببعض السنتيمترات بالنسبة لمهاجم الترجي رودريغيز اللي كان سجل الهدف الثاني، لكن أرغي بداعي التسلل. على كل يعني حظ موفق للترجي في بقية ردهات المقابلة. لنا عودة مع نهاية المباراة. أمين خليك تكمل آخر الثواني وآخر الدقائق في ملعب حمادي العقربي براد. سبعة دقائق يزيدها الحكم توقف ضائع في مباراة الترجي والوداد البيضاوي. ما زالت النتيجة على حالها، واحد بلاش لصالح الترجي.